بدأت مع موهبة من الصف السادس ابتدائي لما دخلت في اختبار مقياس موهبة وما حققت فيه درجة كويسة فما كملت معهم، ففي الصف الثالث متوسط رحت عدت الاختبار مرة ثانية والحمد لله جبت درجة كويسة مرة، فتأهلت لمنحة الأمير محمد بن سلمان وفي مدارس الرياض، وبعدها أبوي قد سجلني في اختبار موهوب المعلوماتية في الصف أول ثانوي، وقدمت الاختبار والحمد لله جبت درجة كويسة وترشحت للاختبار اللي بعده، وقدمت الاختبار والحمد لله درجة كويسة وترشحت لملتقى كاوست في التدريب اللي في كاوست، والتدريب كان مدته تقريبا أسبوعين، وترشح من 80 طالب ترشح منهم 20 طالب بس، والحمد لله كنت منهم وكملت مع التدريب لمدة 3 سنوات، وهذه أول مشاركة لي في الاي او اي. ومن أول ما بدأت تقريبا كان مدربي اليزيد البسيوني اللي هو أخو طالب فارس بسيوني أول محقق ميدالية هنا، وكنت من البداية وأنا يعني كان فارس بسيوني هو يساعد في التدريب لنا، يعني كان يعطي أخوه الأسئلة والتدريبات اللي يعطينا إياها، وبعدها تعرفت عليه بشكل شخصي لما ترشحت للليفل اللي بعده في التدريب، وكان فارس يعني يجيب على كل أسئلتي ويساعدني كثير، فكل الشكر له، يعني هو اللي كان يساعدني كثير والحين أنا في مكاني بسببه بعد الله الحمد لله. فارس بسيوني هو اللي حقق 4 ميداليات في المعلوماتية للمملكة، هو كان قدوتي، كنت أشوف أن أنا أبغى أشارك في الآي أو آي وأجيب زي اللي هو حققه، فكنت أكلمه كثير ويعني صرنا أصدقاء قريبين مرة بعد يعني بعد ما تعرفنا على بعض. التدريب حصلت على 2400 ساعة تدريبية من كاوست، بس أنا كنت أتدرب لحالي في البيت كثير مرة، تقدر تقول أكثر من 3000 ساعة بس في البيت لحالي. المعلوماتية طريقة تدريبها هو حل مسائل وتعلم طرق لحل المسائل، فكنت أجلس في البيت وبس أقرأ عن المعلومات، يعني إيش ممكن أشياء جديدة طرق جديدة أتعلم أحل فيها الأسئلة، وكنت أجلس في البيت وبس أتدرب عليها وأشارك مسابقات قدر المستطاع يعني وأسوي اللي أقدر عليه. أنا كنت في يعني في وقت المتوسطة تقريبا كنت مرة طالب يعني عادي، كنت بالعكس كنت درجاتي مو كويسة وكنت يعني ماني أفضل طالب بالفصل، بس بعد ما أبوي سجلني في اختبار موهوب وصرت أشارك في الأولمبيادات وكذا اكتشفت أني عندي القدرة أني أكون أحسن بكثير من اللي أنا كنت عليه، فالحمد لله تحسنت، صرت أحسن وضعي في المدرسة وكمان في الأولمبياد كنت يعني أتحسن كثير، والحمد لله يعني صرت الحين يعني درجاتي كويسة وإن شاء الله أحقق أفضل. أنا انقبلت في جامعة الملك سعود في القسم العلمي، وطموحي هو أني أكون في مدربين موهبة المعلوماتية، لأني أعرف طلاب الكثير ويعني أعرف استراتيجيات ممكن توصل لهم المعلومة أحسن بكثير من اللي حال يعني حاليا توصلهم. ما عندي خطة حالية لمستقبلي، بس إن شاء الله أنها تأثر بكثير من الناس.